السلام عليكم البنات والولاد، كي دايرين؟ لاباس مزيانين؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده خارج المغرب وداخل المغرب. البنات والولاد عرفتي، قبل ما نبداو هذا الفيديو نتمنى ديروا لي لايك الفيديو وبارطاجيوه للحباب والعائله. البنات دوزنا واحد العطله غزاله، كان فيها يا البنات الضحك وكان فيها اللعب وكان فيها المرض وكان فيها بزاف ديال الحويجات. ودروك البنات حنا راجعين لتاوريرت، رحنا ركبنا من مدينة وجدة من لاكار ديال وجدة، ولكن سمحوا لي ما صورتش معاكم، راه كان عندنا ما نقولكمش يا البنات والولاد واش هادو حوايج عرفتي، والله إلا واحد التمارة عرفتي، الحوايج 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 عرفتي ديال أيوب وديالي ود الولاد عرفتي، ما صلناهم للدران حتى متنا، ولكن ماشي مشكل عرفتي، رحنا الحمد لله ركبنا. ودابا معايا أيوب ومعايا الحمام ديالو، مشاو معايا يا البنات جوج حمامات ولاو عرفتي تبارك الله بزاف الحمامات عرفتي، ما بغيتش تخليهم في التوريط والله انا جاتني الضحكه على حسب الماء والماكله، ما بغيتش حتى هما نخليهم ساكن، حتى هما سافروا معانا ودروك راهم راجعين معانا. وهو ايوب غادي نعطي له الكلمه، يسلم عليكم. يلا السلام عليكم، كراكم دايرين؟ لاباس بخير؟ اليوم رحنا راجعين من وجده لمدينه التوريط، دوزنا وقيته زينه في السعيديه وقرب دخول المدرسه ورحنا راجعين ايوا هادشي اللي كاين البنات، وهداكشي اللي كاين دروك عاوتاني نوجدو على حساب القرايه ونطلبوا ربي البنات والولاد الله يحيد علينا هاد الامراض وتولي الدنيا كما كانت هادي شحال هذا، ما كنطلبوه باش نبقاو مزيانين ان شاء الله ويحيد علينا هاد الامراض. راه مرضوا لنا بزاف د العائله في هاد الامراض، ولكن الحمد لله الله يجعل ربي شافيهم، نطلبوا ربي الشفاء لجميع المسلمين خارج المغرب وداخل المغرب، ويشافي لنا العائله ديالنا حتى حنا راه مرض، يشافيهم يا ربي هذا مكان فين ما كانوا ربي شافيهم. والحمد لله على كل حال، الحمد لله ونشكره. ودروك اجيو معايا عاوتاني نوريكم منين غادي نفوتو التوريط ان شاء الله، منين نلقى شي بليصه غادي نوريها لكم مزيان وهذا الشيء اللي كاين، والله معايا حتى نوصلوا ان شاء الله ونشارك معكم كل ما كان نديرو يا البنات والولاد. وهذا ما كان، وشكرا لكم. ودابا يلاه نكملوا الفيديو تاع التالي جميعا. مدينه النعيمه شوفوا تبارك الله على جو، واحد السيد كان راه هنايا ماعز والكسيبا النعاج ولا الكسيبا ولا كل واحد اللي كيسميهم، شوفوا على الطبيعه شحال زوينه والهواء باب. رحنا راجعين في العشيه البنات، ودابا غادي تمشيو معايا نوريكم ما بالنا شي حاجه زوينه غادي نوريها لكم، وهانتوما معايا. وإلا بغيتوا البنات والولاد شي حاجه بحال هكا خرجت لنا خليوها لي في الكومونتير، غادي نبقى نشارك معكم بحال هاد الحويجات ونوريكم بزاف المغرب ديالنا فيما يندار. ويلا هو معايا كملوا الفيديو حتى التالي باش يبقى، وديروا لايك الفيديو باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. دروك البنات نرى الغروب، هنا الشمس مشات على منظر جاي غزال البروده وعلى جو هنايا كي داير. ودروك البنات كملوا الفيديو معايا كامل باش تشوفوا الجديد، باش تشوفوا هنا مناظر زوينه، وهانتوما معانا تنوصلوا ان شاء الله لمدينه التوريط. شفنا لاكار ديال العيون ديال وجده، احنا يلا دزنا ولكن سبحان الله ما صورتلكمش، مع كان الناس كيطلعوا بزاف ما بغيتش نشدهم. ودروك عاوتاني غادي نكملوا الفيديو ديالنا ان شاء الله، يلا معايا حتى التالي ونوريكم عاوتاني شي حويجات في المستعمل. دروك البنات راه شويه الظلام راه ولا كيطيح الظلام، ولكن ماشي مشكل، راني نوريكم هنايا شوفوا برا كي دايره غزاله على منظر. ودابا رحنا غادي نوصلوا ان شاء الله عاوتاني لمدينه التوريط لاكار، وغادي نوريكم شي بلايص تما عاود الى لقيت وهذا الشيء اللي كاين. ويلاه معايا كملوا الفيديو حتى التالي ان شاء الله. وصلنا لمدينه التوريط نوزع الحوايج، وغادي عاوتاني نكمل معكم الفيديو عرفتي عامره الكلام، نوزعوا الحوايج كاملين نحطوهم باش ننزلوا، وهذا الشيء اللي كاين ديك الساعه. وغادي نصور معكم الى لقيت شي بلايصه مزيانه نصورها معكم، وانتم معايا البنات ناصمه ودابا حنا راه جا معايا ارقام ديال ساكن راكبين هما، وحنا غادي دابا نصور
نتمنى مع البنات والولاد في هادشي اللي كاين غسل الماء. البنات حتى انا طلعت على الدروج حتى سخفت ودرك هذا هو الرقا ديال التاويل تاع الماء في الماء. ملي غادي نوصل للدار غادي نكمل معاكم الفيديو وهانتوما معاها ويلا البنات وصلنا عاوتاني هنايا هذا هو الرقا ديال التاويل تفرحنا منو وهانتوما تشوفوا راه الدنيا هنايا تبارك الله عامره راه عاد الحال البنات والناس كامله خارجه والبروده ودابا غادي نمشيو للدار ومنين غادي نوصلوا عاوتاني غادي نوريكم ان شاء الله منين نوصلوا هانتوما معانا البنات وصلنا للدار على سلامتنا وهذا الشيء اللي كاين البنات وهذا ما كان البنات ومره اخرى عاوتاني فيديو اخر وشكرا لكم بزاف 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 اللي دخل القناه ديالي جديد والقديم دائما كنقول لكم شكرا وشكرا عاوتاني البنات كلكم وهذا ما كان وباي باي عليكم الى فيديو اخر والسلام عليكم خارج المغرب وداخل المغرب والسلام عليكم بنات الوليد.